هنكمل exercise 4. Find المسألة number 5 the quadratic equation in which each of the two roots exceed one of the two roots of the equation x power 2 minus 7 x minus 9 equals 0. أول حاجة عندنا given equation بنجيب الروت بتاعها اللي هو ال L plus ال M equal negative negative 7 over 1 هيطلع ب 7 وعندنا ال M negative 9 over 1 هيطلع ب negative 9. دي ان الجيفن اللي عندنا. هنا بقى عايزين نشوف ال required. هو ال required equations root قال لنا ان الروس بتاعتها exceed one of the two roots, يعني عندنا exceed ال L و exceed ال M by كام؟ by 1. يبقى انا required roots هتبقى L plus 1 و M plus 1. هنجيب السم بتاعت ال required هتبقى L plus 1 plus M plus 1 هتطلع L و L 2L سوري L plus M plus 1 1 2. احنا جبنا ال L plus M ب 7 هتبقى 7 plus 2 هتبقى equal 9. نشوف بقى البرودكت بتاعها هتبقى L plus 1 time M plus 1 هتبقى L M plus L plus M plus 1. ال L M جبناها ب 7 يبقى دي 7 بلس السم سوري ال ال ام جبناها بنيجاتيف 9 والسم جبناها ب 7 بلس ال 1 هتبقى 7 1 7 بلس 1 8 ماينس 9 تطلع نيجاتيف 1. ده البرودكت واحنا عندنا الايكويشن اكس باور 2 ماينس السم اللي احنا جبناه ب 9 يبقى ماينس 9 اكس وهنا بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 1 ايكوالز 0. المسألة نمبر 14 بيقول لنا فايند برضه ذا كوادراتيك ايكويشن اللي الروتس بتاعها هاف ذا كورسبوندينج روتس اوف ذيس ايكويشن. يبقى احنا عندنا الجيفن ال L بلس ال M نيجاتيف نيجاتيف 12 اوفر 4 يعني 12 اوفر 4 هيطلع 3 وال L M 7 اوفر 4. ال required roots هو قال لنا ان هي half corresponding roots. يبقى هنا عندنا roots هنا L over 2 و M over 2. هنجيب السم بتاعهم عندنا 2 common تبقى L plus LM واحنا جبنا ال L plus LM equal 3 يعني هي 3 over 2 ونجيب البرودكت اللي هو L over 2 time M over 2 تطلع LM over 4 ال LM 7 over الفور هنعملها over الفور يعني divided one divided four يعني تطلع 7 over 16. ده البرودكت. يبقى احنا كده عندنا الاكويجن x power 2 minus sum 3 over 2x plus البرودكت اللي هو 7 over 16 equal 0. عاوزين نخلص من 16 هنعمل كله multiply 16 يبقى 16 x بار 2 ده ملتبلاي 16 هيطلع 24 x plus 7 equal 0. المسألة نمبر 14 بيقول لنا find quadratic equation in which each of the two roots equal the square of corresponding roots of this equation. هنجيب طبعا given اللي عندنا ال L plus ال M negative 3 over 1 يعني negative 3 وال L M اللي هو البرودكت هيطلع نيجاتيف 5 اوفر 1 يطلع بنيجاتيف 5 ديا اللي هي الجيفن. طب الريكوايرد قال لي ان هنا الروتس بتاعتها سكوير الجيفن روتس. يبقى هنا يبقى عندنا ال باور 2 ريكواير و ام باور 2 هنجيب السم بتاعهم اللي هو ال باور 2 بلس ام باور 2 اللي هو ايكوال ال بلس ام هول باور 2 ماينس 2 ال ام ال ال بلس ال ام جبناها بنيجاتيف 3 نيجاتيف 3 باور 2 تبقى 9 ماينس 2 تايم ال تايم ام اللي هو نيجاتيف 5 هتطلع في الاخر بكام؟ ب 19. جبنا السم فاضل الدور على البرودكت. البرودكت اللي هو ال باور 2 ام باور 2 هتطلع ال ام هول باور 2 عندنا ال ال ام بنيجاتيف 5 نيجاتيف 5 باور 2 هتطلع 25. يبقى كده جبنا البرودكت يبقى ذا ريكوايرد ايكويشن ايكوال اكس باور 2 ماينس السم اللي هو 19 تايم اكس بلس البرودكت 25 كل الكلام ده ايكوال 0.
مسألة نمبر 15 بيقول لي لو L و M هما الروتس بتاعت الإيكويشن دي، عايزين نجيب الكوادراتيك اللي هي الروتس بتاعها L over M and M over L. أول حاجة هنجيب ال given roots L plus ال M negative coefficient of X over coefficient of X square هيطلع 3 over 2، وهنجيب ال product اللي هو ال absolute over coefficient of X اللي هو هيطلع ب negative half. هنجيب بقى ال required roots عندي L over M السم بتاعهم الأول plus M over L. هنا عندنا ال common denominator هيبقى M L، ونعمل وهنا عندنا L time L هيطلع L power 2 و M time M M power 2. ممكن نكملها هيطلع ال L plus ال M all power 2 minus 2 L M over ال M L. احنا جبنا السم 3 over 2 هيبقى 3 over 2 power 2 يعني 9 over 4 minus 2 time ده سوري السم هنا minus البرودكت 2 time negative half. كل الكلام ده over ال negative half، هيبقى هنا عندي 9 over 4 plus 1 over ال negative half، دي هتطلع 4 over 4 يعني 13 over 4 divided negative half يعني time negative 2 over 1 هتطلع negative 13 over 2. انا كده جبت مين؟ جبنا السم، فاضل ان انا اجيب البرودكت بتاعهم اللي هو L over M multiply M over L هيطلع البرودكت ب 1. كده الايكويشن بقت جاهزة x power 2 minus السم اللي هو ده يبقى هنا plus 13 over 2 x plus البرودكت equal 0. هنعمل كله multiply 2 تطلع 2x power 2 plus 13x plus 2 equal 0. المسألة number 16 بيقولي لو L و M هما الروتس بتاع ال equation x power 2 plus 5x plus 6، عاوزين نجيب ال equation اللي الروت بتاعها L minus M و M minus L. فهنا أول حاجة عندنا ال required، أو خلينا الأول ال given roots هنجيب ال L plus ال M بنجيب السم بتاعهم negative coefficient of X over coefficient of X square هيطلع negative 5، وال product 6 over 1 هيطلع ب 6. يبقى أنا كده جبت مين؟ جبت ال given السم وال product. هنجيب السم ال required اللي هي L minus ال M plus M minus ال L، ال M تطير مع ال M وال L مع ال L، يبقى كده السم equal 0. فاضل إن أنا أجيب ال product اللي هو L minus ال M multiply M minus ال L، هيطلع L M minus L square minus M square plus ال M L M M L plus M L يبقى 2 L M. هناخد ال negative common يبقى L square plus M square يبقى هيطلع 2 L M زي ما هي minus، ونعمل براكت كده دي بنفكها ازاي، بنقول L plus M all power 2 minus 2 L M يبقى 2 multiply ال L M جبناها ب 6 minus نفتح براكت L M all power 2 اللي هي negative 5 power 2 يعني 25 minus 2 multiply ال L M اللي احنا لسه قايلينها ب 6 هتبقى دي 2 by 6 12 minus 25 minus 12 25 minus 12 اللي هي 13 يبقى 12 minus 13 هيطلع negative 1. كده احنا جبنا البرودكت وكنا جايبين السم بزيرو، يبقى هنا هنقول x power 2 minus السم، طبعا السم ترمى بزيرو تايم x كده كده بزيرو، بعد كده minus الابسوليوت اللي هو البرودكت هيطلع ب 1، يبقى سوري هيطلع x الحل في الاخر x power 2 minus 1 equal 0. مسألة نمبر 17 بيقول لي برضه لو L و M هما الروتس، فبنجيب ال L بلس ال M لل given equation negative negative 2 over 1 هيطلع ب 2، وال product بتاعهم هيطلع negative 4 over 1 يطلع ب negative 4. هنا عندنا السم بتاعة ال required اللي هي 1 over L بار 2 plus 1 over M بار 2. هنعمل common denominator هنعمل الاثنين دول multiply تبقى L power 2 M power 2 cross multiplication M power 2 plus M L power 2. هنكمل المسألة دي عبارة عن
m plus ال l all power 2 minus 2 ال m, واللي تحت عندي ال power 2 m power 2. جبنا ال l plus ال m كانت ب 2 هتبقى 2 power 2 4 minus 2 times negative 4 over ال power 2 m power 2, طبعا اللي هي تعتبر ال m all power 2 اللي هي بكام؟ ب 16. يبقى هي تبقى 4 minus negative 2 times negative 4 اللي هي 8, يبقى 4 plus 8 12 over 16 اللي هي في الاخر هتطلع 3 over 4. يبقى انا كده جبنا مين؟ جبنا الصم. فاضل البرودكت اللي هو 1 over l square multiply 1 over m square, يعني 1 over l square m square اللي هو 1 over l m all power 2, يعني 1 over ال l m جبناها بنيجاتيف 4 باور 2 هيطلع كده ب 16. كده عندي السم وكده عندي البرودكت. يبقى كده ممكن اكون الايكويشن, يبقى x باور 2 minus السم اللي هو 3 over 4x plus البرودكت اللي هو 1 over 16, كل الكلام ده equal 0. نعملها كلها times 16 هتبقى 16 x باور 2 و times 16 هيطلع 12x, كل الكلام ده plus 1 equal 0. مسألة نمبر 18 بيقول لي لو L و M الروتس للإكويجن دي, عايز أجيب الإكويجن اللي الروتس بتاعها L بار 2 أوفر M و M بار 2 أوفر L. أول حاجة عندنا هنجيب الـ given roots اللي هي L بلس M السم بتاعهم نيجاتيف نيجاتيف 5 أوفر 3, يعني 5 أوفر 3, وهنجيب الـ L M اللي هو البرودكت اللي هو هيطلع 2 أوفر 3. هنا عندنا ده بالنسبة للـ A, ده بالنسبة للجيبن. هنجيب بالنسبة للريكوايرد هنجيب السم الأول اللي هو L بار 2 over M plus M بار 2 over L. هنعمل common denominator تبقى M L و cross multiplication L بار 3 plus M بار 3. طبعا هنا عشان هي طويلة شوية هنجيب الأول ال L بار 3 plus M بار 3 وحدها, عندي ال L بار 3 بلس ال m باور 3, هبفكها ازاي؟ بقول ال بلس ال m all باور 3 minus 3 ال m time ال بلس m, يبقى هتطلع ال بلس m جبناها 5 over 3 يبقى 125 over 27 minus 3 time ال ال m اللي هو 2 over 3 time السم اللي هو 5 over 3, دي هتطلع في الاخر 125 over 27 minus 10 over 3. هنعمل هنا عشان تبقى 27 time 9 time 9 تبقى اللي تحت 27, ودي 125 minus 90 اللي هي في الاخر هتطلع 35 over 27. ده كله لسه هعمله divided LM, يبقى 35 over 27 divided 2 over 3, يعني كأنها time 3 over 2 فيها 1 فيها 9, يعني في الاخر هتطلع 35 over 18. انا كده جبت مين؟ جبت الصم. فاضل اجيب البرودكت. البرودكت اللي هو ال سكوير over m multiply m سكوير over ال l, هتطلع ال باور 2 m باور 2 over m l. طبعا ال m l هنا doesn't equal 0 لانها بت over 3, يعني في الاخر هتطلع ال m, وال l m عندي اللي هي بكام؟ ب 2 over 3. يبقى انا كده جبت السم وجبت البرودكت, يبقى ممكن اكون الايكويشن اللي هي x بار 2 minus السم 35 over 18x plus البرودكت اللي هو 2 over 3, كل الكلام ده equal 0, هنعمل كله multiply 18 تبقى 18x سكوير minus 35x plus الرقم ده تايم 18 يبقى 1 و 6 plus 12 equal 0. المسألة نمبر 19 بيقول لي لو L و M هما الروتس بتاعت الإيكويجن دي, عاوز أجيب الإيكويجن اللي الروتس بتاعها 2L plus 1 over M و 2L plus 1 over L. أول حاجة هنجيب السم بتاع الجيفن اللي هو L plus M negative coefficient of X over coefficient of X square اللي هو negative 12 over 10 اللي يطلع negative 6 over 5, ونجيب ال LM اللي هو البرودكت اللي هو negative 1 over 10. أنا كده جبت السم والبرودكت الجيفن, نشوف بقى الريكوايرد.
هنجيب السم بتاع required اللي هو 2L plus 1 over M plus 2M plus 1 over L هتبقى 2L و 2M مع بعض، ممكن ناخد منهم ال 2 common هتبقى 2L plus M، وهنا عندي plus هنا L و M بنعمل برضو ML وتبقى هنا دايما cross multiplication L plus M هتبقى equal to multiply L plus M اللي هي negative 6 over 5 plus L plus M برضو اللي هي negative 6 over 5 over ML اللي هي negative 1 over 10 يعني هتطلع negative 12 over 5 وهنا دايما plus طبعا negative تتير مع negative 6 over 5 time 10 over 1 هنا 1 وهنا 2 يعني هتطلع negative 12 over 5 plus 12 يعني كأنها 60 over 5 minus 12 over 5 يعني 48 over 5 انا كده جبت الصم. فاضل اجيب البرودكت. احنا عندنا 2 required root